السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة بالفام أو فويي وفي فيديو جديدة. اليوم الحد وبديت لكم ديبي ديال الفيديو من هذيك المنظر وذيك الفطور الزوين من رياض إيكاليبتوس. صراحة عندهم صرتو في الصباح تيكون منظر زوين، وجيت للدار أول حاجة غادي نبداو بها هي غادي نصيبو الدار. الناس اللي عندهم هاد الطلامط ديال الفولوغ غادي لاحظوا كأنهم تيجمعوا الغبرة، فأنا مرة هكذا كندوز ليهم لاسبيغاتور، والصراحة كتحيد الغبرة كاملة. وضروري ما كنرشو بليدي ولا لاستيوس اللي كنت شاركت معاكم، كنرش بها الطلامط، كنرش بها حتى لي غيدو باش كتبقى ليا ريحة زوينة. بالنسبة للموكيت، هنا كنشوف بزاف ديال الأخوات تيسولوا على هاد الموكيت هذا. صراحة خايب لأنه تيحرش أبخي، كيجمع يعني ديك البقايا ديال الماكلة بزاف، يعني لي موكيت الاخرين ولا الزرابي الاخرين غير كتشطبوا ولا كدوزوا عليهم باي باي كيتنقاو، هذا لا. يعني مره ملي كيشاف ملي كنشوفو عيقت عليه كندوز ليه لاسبيغاتور عاد باش كتنقيه. وصافي كنمشيو ديريكسيون الكوزينه. هنا صافي كان تقريبا 12 فات الحال، دونك خصني شي حاجه اللي خفن زربان. هنا البنات غادي نشارك معكم هذا الروز ديال بسماتي، راكم عارفين هو لو بري ديالو غالي، مي هذا الباكي فيها 5 كيلو، زوينه بزاف بواحد لو بري لي ريزونابل في مرجان، وكدي لكم مده طويله. انا اول مره غادي نجربو وعجبني انه ما كيتعجنش وما كيشدش الطياب، ماشي بحال الروز كلاصي يعني حتى لاخر لحظه 10 ديال الدقائق ها هو طايب. ولي لاحظت عاوتاني انه لذيذ بزاف، يعني تقدروا غير كتكونوا هكذا تسلقوه فقط وترافقوه مع المشويات ولا الدجاج ولا اي حاجه عندكم، يعني بلا اضافات. فهنا هاد الباكي راه كبيره كدير لكم مده طويله، وكندير فيها انا ورقه سيدنا موسى باش ما ديرش ليا الباكوس. الوغ الطريقه، انا راه غليت الماء قبل، غادي ناخذ واحد الكاسرونه غادي ندير فيها الملحه لبزار وشويه ديال الزيت، وغادي ندير فيها الماء الغليان. بالنسبه للرز فهو كيضاعف الحجم ديالو، فانا راه كندير غير باغ اكزومبل كاس، ولا كانوا يعني الاشخاص بزاف كندير ربع جوج كيسان، ماشي ربعه جوج كيسان، فعرفتوا راه كتضاعف الكميه ديالو. واللي عجبني فيك وكيبقى حبه حبه هكا مفرز، ماشي بحال الاخر كيتعصاد ولا الاخر تيشد الطياب. فهنا غادي نديرو فوق العافيه ونبقى حاضيه معاه كما قلت لكم 10 ديال الدقائق، وها هو واجد وغادي تشوفوه مفرز. انا غادي نوريكم الباكي نقربها لكم. هنا راه ديجا سلقت خيزو وسلقت البطاطا، غادي نخليوهم على جنب. في الوقت اللي الروز كيطيب، فهنا جيت كنمسح لهادو القراعي ديال التوابل. هادو البنات حتى هما موفيز افير، واخا راه عندي مده راه 4 سنين، مي كتحيد ليهم هذيك الخطايا ما كتبقاش كتبغي ترجع، بالاضافه انهم كتقشر ليهم. انا شريتهم هكذا في البرونز على قبال لا كويزين حتى عندي في الماغا، مي كيتقشروا هكذا. كنمسحهم انا غير بالخل. الرز ديالي ها هو صافي، راه وجد دابا 10 ديال الدقائق كنصفيه كما غادي تشوفوا، ما غادي نحتاج ندير له لا مايونيز لا بصله لا والو. هنا غادي نشارك معكم واحد الطريقه ديال لادان اللي كتجي فريمون زوينه، وحتى هي كتوجدوها حتى لاخر لحظه. بالنسبه للدانت فانا هنايا غادي نقطعو دي بروشيت، غادي ناخذ حتى البصله. عندي انا البصله الصغيره شويه كتكرفص، مي ماشي مشكل، حتى هي قطعتها طريفات صغار. انا كتعجبني البصله البيضاء صراحه، مي مالي الدار تيشريو هاد البصله هادي. وصراحه انا يا راه صورت لكم واحد المقطع، ولكن مع الزربه تحيد ليا. هنا خديت واحد المقله درت فيها الزيت وغادي نشحر فيها ديك البصيله. بالنسبه للدند فانا درت فيه الملحه لبزه سكينجبير ولاصوص سوجا ثومه وشويه ديال الربيع،
والفلفل الأحمر. يعني هادشي اللي درت فيه. بالنسبة الخيزو حتى هو سوطيتو، درت فيه شوية الملحة، الإبزار، ثوما، معلقة ديال زيت الزيتون هذه اللي بغيتو ديروها، ومعلقة ديال الربع، يعني القزبر ومعدنوس هو الربع. بالنسبة للرز شوفوا كيفاش كيجي، انا كنديرو غير هكذا كيجي لذيذ بزاف. فما غادي ندير الاول، وغادي كيما قلت لكم غادي ندير له غير الملحه والابزار. اللي بغى يضيف زيت الزيتون معاه يضيف، انا حتى انا سلقته بالزيت فلا داعي انني نضيف عاوتاني الزيت. انا اول مره صراحه شريته على قبل الكبسه، وراكم عارفين الكبسه خاصها يعني فهاديك المريقه ديال الدجاج كنطيبوا الدجاج، وعاده باش هذيك المريقه اللي كتبقى لينا كنطيبوا بها الرز. مي انا كيصحاب لي بحال الرز الكلاصي رقدته في الماء وخليته، دونك يعني كثرت له الطياب وتعصد ليا كوكوط كامله صراحه لحتها. والكبسه انا راه شاركتها معكم غير بالرز الكلاصي، راه كاينه في القناه. دونك دابا وليت عرفتوا هذا الرز البنات، راه كان غير كنسلقو وكما قلت لكم وكنرافق به يعني لا يعني لي بلا ديالي كيجي لذيذ بزاف. الوغ هنا غادي نضيف شامبينيون ملي كيبدا يبان ليا راه بدا كيطيب العداد. بطبيعه الحال راه كنضيفوا له الماء غير شويه. هنا عندي غير شامبينيون كونسيرفي، الا لقيتو شامبينيون العادي ديروه. فهنا صفيتو من هذاك الماء اللي تيكون في لابواط، يعني هنا حتى يقرب يطيب. بالنسبه للعدن فراه درت له لاصوص صوجا، ما عرفتش واش ذكرتها لكم في الاول ولا لا. وغادي نشوفوا التوابل هنا، الملحه والابزار واش هما هادوك. انا راه ضفتهم، زدت ضفتهم وضفت معلقه ديال القزبر ومعدنوس، انا راه كيحمقني قزبر ومعدنوس. هنا ملي كيبان لينا طاب لادانت هنا كنضيفوا، وهذا هو السر، كنضيف المدافي في واحد المعلقة سوا ديال النشا سوا ديال الدقيق الابيض اللي كان عندكم موجود، كتحركوها مزيان ما خصهاش تكور لينا. لا بغيتو ديروا الحليب ديروا، غير هو الحليب تيجي داك المذاق بحال البشاميل، كيجي شويه داك لادان ثقيل، مي حنا بغينا غير البنه. فهنا هي البنات كما شفتوا هذا راه كاس كبير ديال الماء، وغادي نضيفوا على لادان. هنا ما حاولتش انني نزرب نهائيا، ولكن غير باش تشوفوا، شوفوا راه جاريه دابا، غادي نبقى نحرك فيه بحال اللي كنصوطيه، وكتبدا تعقد لينا هذيك لاصوص. كيجي كيحمق البنات، وكيجي بواحد لاصوص بلونش غزاله بزاف. فوالا هي البنات بدات كتعقد دابا، شوفوا راه كتجي كتحمق. صافي هاي دابا الغديوه ديالي واجده. سمحوا لي البنات ما بقيت صورت لكم والو، عييت فريمون عييت. الوغ هنايا البنات بالنسبه للمسمن معمر بغيت نشارك معكم واحد لاستيوس، انه باش ما يطيب لكم مزيان دائما ديروا له الكوردون، يعني تكيوه بالكوردون وهكذا. الا ما كان يعني كان عندكم مسمن عادي شنو كندير انا، كندير شويه ديال الزيت كندير فيه الفلفل الاحمر ولا التحميره صافي، وكندخلوا الفران باش كتعطيه هذيك لا كولور. هنا وصلت نهايه ديال لا فيديو، خليتكم على خير، نتلاقاو في فيديو جديده. بسلام عليكم.